السفير الفرنسي ماكرون يزور المغرب مارس الجارية. أكد السفير الفرنسي بالرباط كريستوف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المغرب خلال الربع الأول من 2023، أي خلال شهر مارس الجاري. كريستوف وخلال مقابلة مع موقع عرب نيوز قال أن الزيارة موضوع تحضيرات كبيرة من كلا البلدين من أجل إعادة بناء الشراكة الاستثنائية القائمة بين فرنسا والمغرب منذ زمان، وأضاف أن الجانبين يعملان على التحضير الجيد للزيارة على أعلى مستوى لضمان عدم تأجيلها مرة أخرى. كريستوف أكد أنه مقتنع بأن الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون إلى المملكة ستعيد بناء هذه العلاقة الاستثنائية بين البلدين والتي ستستمر في غضون 10 أو 20 عاما المقبلة.